فيديو جديد وطلة خفيفة عليكم حبيباتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم راح ينشطكم نوعا ما، تلقاو فيه وش حبيتو، يعني درت لكم تشوفوا من كل فن شوية. فيه وصفة لي تارتلات كيما راكم تشوفوا بلي سوغيز، هذا خاص بالمرأة اللي جديدة معنا في الكوزينة. راح نعطيك بعض النصائح حبيباتي خلوك تنجحي في لي تارتلات، تنجحي في لي باركات نتاعك، وتنجحي في لي فون دو تارت. خاصة الكريمة راح تجيك بواحد القوام خفيفة وبنينة، ايه بنينة. شاركت معكم ايضا الورشات اللي طلبتوهم مني، وشوفوا راح نقول لكم الفايدة تاع الفيديو تاع اليوم، انكم تبعدوا بناتكم على الهاتف وعلى التلفاز، اقعدوا شوية مع بناتكم الصغار. شوفوا هي صعبة انك تشدي بناتك في الدار، لكن كي تكون طريقة ذكية راح تشديهم معك في الدار حبيبتي، وراح يقعدوا معك في الورشة اكيد. شوفي حبيبتي، لانه كي ما يشبعوش منك اطفالك في هذا السن الحساس، كي يكبروا خلاص كل وحدة فيهم تشوف طريقها، هي تدير صحابتها وطفل يدير صحابه. والله يا حبيبتي غير تحوسي على قاعدة كيما هادي وما تصيبيهاش. هذا الفيديو حبيبتي تكملة للفيديو اللي فات، يعني شاركت معاكم المستلزمات اللي شريتهم من المكتبة. هذا الفيديو حبيبتي ليك انتي، انعم لكل ام طموحة، الى كل ام حابة تحقق اهداف وتخلي بصمة نجاح وتحدي مع اطفالها، الى كل ام حابة تستثمر الطاقة تاع اطفالها وتحقق بها اهدافهم ورغباتهم. نقول لك حبيبتي تواصلي معايا في الفيديوهات لانه دائما هناك الجديد. شكرا حبيباتي، شكرا لكل المتتبعين اللي خليوا لي تعليقاتهم، لانه راني نقرا فيهم اكيد. نوعدكم انه راح تكون مواضيعنا مهمه ومفيده. في نفس الوقت حبيباتي راح حبيت نطلب منكم طلب، حبيت نطلب منكم انكم ديروا لي متابعه، ديروا لي جام وخليوا لي تعليق، هكا هذاك التعليق حبيباتي يكون محفز وندي منه افكار باش نهبط معكم الفيديوهات القادمه ان شاء الله. فيديو اليوم راهو تكمله للفيديو اللي فات مع المشتريات، يعني باش نبداو في الورشه تاعنا اكيد. شوفوا حبيباتي، هنا راكم تشوفوا في سلمى وريحاب راهم دايرين بيا. قالوا لي ماما وقتاش نبداو الورشه، وقتاش نبداو الورشه تاعنا. هنا شوفوا حبيباتي، حبيت نقدم لكم نشاط يكون فيه لعب وفيها ايضا افاده طبعا للبنات. شوفوا هاد الانشطه حبيباتي تمثلوا في ورشه، هاد الورشه بالذات اللي كنت حددتكم عليها المره اللي فاتت، باش يتعلموا مثلا فنون الرسم، فنون التلوين. خاصه الفيديو تاع اليوم كنت درت لهم نشاط خاص بالتلوين بالالوان المائيه، خصهم بناتي يعرفوا الالوان الاساسيه، يعرفوا الالوان الثانويه، يعرفوا ايضا كيف يخرجوا الالوان الثانويه من الالوان الاساسيه. كنت درت لهم منافسه بيناتهم، رغم انه شوفوا رغم انه عطله، لكن اقنعتهم بطريقتي الخاصه يقعدوا في الدار. خاصة حبيبتي المرأة العاملة، هذا ليك بالذات حبيبتي المرأة العاملة، لازم توفري لأولادك الجو المناسب ولا الجو الملائم في البيت، باش يعني ما يخرجولكش ولادك برا. الفكرة تاع اليوم هو أنك تبعدي ولادك على تليفون، تبعديهم على الهاتف، تقعدي معاهم خاصة في الأشغال. حبيباتي أنا والله غير قعدت معاهم حتى كملوا الأشغال تاعهم، أنا تاني والله غير راني عايشة الطفولة تاعي معاهم. هنا فيما يخص الالوان كنت خدمت بالالوان الاساسيه اللي هما الاصفر الاحمر والازرق، كامل تعرفوهم طبعا. هنا على حسب الرسم اللي عندك هكذا، يعني باش ما ينشفولكش الالوان المائيه ولا لابانتور. هنا راح نستعمل فقط الالوان اللي في الشكل المطلوب. وهنا واش تعلموا الاطفال تاعي، باينه بلي تعلموا قانون المزج هكذا، يعني كي نمزج الاصفر والاحمر راح نتحصل على البرتقالي، لما نمزج الاحمر والازرق راح نتحصل على البنفسجي، ولما نمزج الاصفر والازرق راح نتحصل على الاخضر، ولما نمزج الاصفر والاحمر والازرق بكميات متساويه راح نتحصل على اللون البني. هذه هي هكذا خلاص الورشه تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله كنتوا استفدتوا واستمتعتوا معانا نتوما وبناتكم طبعا، لانه هذه كامل قواعد يعني راح نحتاجوها في الرسم تاعنا. كنا كملنا النشاطات تاعنا، هنا راهم يوروا لي ماما هذه تاعي، ماما هذه تاعي بلوني. شوف والله العظيم ما شاء الله عليهم، ما فرقتش بيناتهم يعني حتى لا ديفيرونس تاع لا فينيتر باش قيمتهم. لما ندخل مباشرة للمطبخ راح نوجد لي تارتلات. شوف حبيباتي انا هنا درت 175 غرام تاع المارغارين، ضفت لها كأس تاع الاتاي زيت كيما راكم تشوفوا، وكأس ايضا سكر، يعني لا ميزور تاع الزيت والسكر ميزور واحد. انا درت حسابي يعني ما باش ما كثرتش السكر، لان راح ندير لا كريم.
لا كريم حلوه، يعني وشنو نعادل بين الحلاوه، الحلاوه تاع لاباط والحلاوه تاع لا كريم. نجيب هنايا ان ريسيبيون ولا باسينه ولا ليان، واش عندك؟ راح نحط المارغرين تاعي. انا حطيت قلت لكم 175 غرام تاع المارغرين، ضفت لها هذاك الكاس تاع السكر، كاس اتاي سكر يعني ما كثرش السكر. ضفت ايضا كميه مليحه لبس بها نتاع لافاني هكا باش تنحي لي الريحه تاع البيض، هذه هي. راح نضيف ايضا قرصه صغيره هكا تاع الملح هكا باش تجيني لاباط بنينه، فهمتوني؟ هذه هي. انا راح نخلط هذيك المارغرين و راح ندخلها في السكر حتى يذوب لي هذاك السكر وتطلع لي الزبده تاعي. راح نضيف هذاك الكاس تاع الزيت، بقعد انا نخلط حتى نحس هذاك الزيت كامل دخل لي في هذيك الزبده والسكر. شوفوا حتى ترجع لي كريمه. انا نعطيكم ان كونساي، شوف باش تجيكم فون دو تارت، تجيكم العجينه مبسه ولا تجيكم مهشه، لازم تطلعي مليح هذيك المارغرين، طلعيها مليح حتى تولي لك كريمه. تخلطي الزبده مع الزيت والسكر حتى يذوب السكر، فهمتيني؟ تزيدي لها الحبه تاع البيض، انا زدت حبه بيض كامله وزدتها زوج صفار تاع البيض، هادو كامل تخلطيهم مليح حتى تطلع لك هذيك الزبده وتولي لك القوام تاعها كريمي، حتى تولي كريمه على شكل كريمه. هنا الفرينه كنت درت حوالي شوفوا من 450 الى 500 غرام فرينه، كنت غربلتها مقبل وماشي بشرط تكون نوعيه جيده، انا والله العظيم شوفوا غير تاع الميزان برد وشنو ساعات نطيح فيها نوعيه جيده وتكون مليحه وبيضه. كنت حطيت فيها ملعقه ايضا صغيره تاع خميره الحلوى ونحطها مباشره على الخليط تاعي تاع الزبده. شوفوا البنات هنا راح نستغني تماما على الباتور، انا راح نخدمها بسباتولا كيما شفتوا معايا، راح ندخلها من الفوق للتحت من الفوق للتحت حتى نجمعها وتولي لي عجينه. واش يخص هذه العجينه حبيباتي؟ يخصها لا مايزينا اللي هو النشا. دوك نوري لكم كيفاش داير النشا، لانه كل منطقه كيفاش تسميه، كاين اللي يقولوا له نشا، كاين اللي يقولوا له لا مايزينا، كاين اللي يقولوا له دقيق الدوره، كل واحد كيفاش. هاوليك هاي الكلامارك، هذه هايله البنات نستعملها شوفوا عن تجربه. راح نعمر هذاك الكاس، شوفوا اللي كيلت به السكر واللي كيلت به الزيت، يعني شوفوا نفس لا ميزور، لانه شوفوا النشا راح يعطي لها واحد القوام، راح يعطي لها هشاشه العجينه تاعي، راح يعطي لها واحد الهشاشه ما شاء الله. راح نلمها بيدي حتى تولي لي عجينه ونقدر نخدم بها. شوفوا هنا من الشكل تاعها البنات راهي تبان لكم ما شاء الله من الشكل تاعها. شوفوا كي راني نمسها انا نحب نخدم العجينه بيدي هكذا حتى نحسها. شوفوا البنات انا حتى نحس باللي راهي تلمت لي، باسكو بالمغيرفه ولا بالسباتول ما تقدريش تعرفي باللي اسكو تلمت لك ولا لا. لا دائما نقول لكم الروتوشات الاخيره استعملي يدك، ما شاء الله راهي تبان، راهي شبعه مارغرين، راهي شبعه بيض، راهي شبعه زيت. شوفوا ما شاء الله، انا نغطيها باش ما تديليش القشره هذيك من الفوق ونخليها تريح. وشوفوا هنا باش تكون الخدمه تاعك متقونه يلزم عليك تخلي العجينه تريح معك على الاقل 6 سوايع حتى 7 سوايع. هي العجينه يخص تطلق روحها باش تنجح معك وتساعدك تانيت في الخدمه. وكي تجي تشكليها ايضا شوفي لازم تشعلي الفرن مقبل ومن بعد خدمي لي فون دو تارت تاعك. انا شوفوا شكلتها على شكل دي باركيت ونوعت في الاشكال. هذا راجع لك حبيبتي سيدتي الفاضله. شوفي هذه الكميه خدمت لي ما شاء الله. هنا يخصك فقط يكون عندك الخاطر باش تنجحي فيهم. وانا ننصحك، واش ننصحك؟ مع المداومه، مع المداومه، ويخص يكون فقط راسك خفيف، ويخص ترفدي لي زيتاب، ويخص شو تكون يدك خفيفه. انا ناكد لك انك راح ترجعي مع الوقت محترفه فيهم. هذه هي الحلوى وهذه هي لاباتيسري، راهي سيونس اكزاكت، خص فقط ديري ليكيليبغ بين لي ميزور، لانه قوام العجينه راهو يختلف من وصفه الى اخرى. يعني ما نقدرش مثلا العجينه اللي خدمت بها لي فون دو تارت نخدم بها مثلا المشوك، لا 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 هنا حبيبتي كل حلوه عندها لي زانغريديون اللي نمشو عليهم. خصك تحفظي، خصك تنتبهي، خصك تشوفي يما كي تكون تخدم، خاصه الحلويات التقليديه لا باز تاعها هي صعيبه. كي تتعلمي الحلويات التقليديه اي حاجه راح تجيك سهله، خصك تجربي وخصك تعاودي، ما نجحتلكش تزيدي تعاودي تجربي.
انا جامي في حياتي نقول نعرف، دائما تلقيني على الطلاع بالجديد. بداتني حبيباتي الحكايات معاكم، هنا بنسيت باش نقول لكم باللي كي تحطوا لي فون دو تارت باش يطيبوا في الفرن، حطوا هادو المدورين، هادو كبار البنات، يعني هادو حطوهم يطيبوا وحدهم، ولي باركات هادوك صغار حطوهم وحدهم. دونك انا قبل ما نحطهم يطيبوا لازم عليا نتقبهم هكذا باش ما يتنفخوش. نحطهم حوالي 20 دقيقه هكذاك. وانا السنيوه هذه اللي قعدت لي هذه الاخرى البنات كنت حطيتهم مع بعضهم، شنو عيني عليهم، حطيتهم مع بعضهم لكن عيني عليهم، هذه هي باش ما يفوتونيش وما يزربونيش في الطياب. هنا راهم طابوا راهم ما شاء الله. اما فيما يخص الكريمه، هنا شوفوا اي كريمه ناجحه معكم حطوها ولا غلفوا بها هذه لي فون دو طاق. انا الكريمه اللي خدمتها شوفوا دالي الفيديو واحد 30 دقيقه، سيت كيفاش نعطيكم في الفيديو اليوم الاساسيات نتاع العجينه نتاع لي فون دو طارت. دونك اذا كتب ربي وكتب ربي، شوفوا هذه لا كريم راح نخدمها معكم في حلوى اخرى ان شاء الله. في الفيديوهات القادمه ان شاء الله راح ندير معكم يعني حلويات، وراح نعاود معكم هاد الكريمه لانه الفيديو جا طويل بزاف، وحاولت كيفاش يعني نخليه مده 11 دقيقه. وهنا حبيباتي التزيين كان اختياري، يعني شوفوا انا بحكم ما راني نصور ما خليتش الكريمه تاعي تحكم روحها في الثلاجه، يعني سينو تجي خير من هكذا، فهمتوني؟ دونك انا هنا التزيين كنت زينتها برك بلي سوريز، جا المنظر تاعها ما شاء الله. اذا كان عندكم الفخاز شبحوها بالفخاز، يعني كي تجي معمره بالفاكهه راح تعطي منظر شباب، لانه العين راهي تاكل قبل الكرش. لاباط الكريمه شوفوا في زوجة وما شاء الله. البنات ما تنسوناش بالدعم تاعكم، ما تنسوناش باللي لايك، خلونا تعليق محفز هكذا باش تخلوني نعطي لكم الافضل. اني جربت معكم وحده كنت قسمتها قدامكم، شوفوا كيفاش لاباط جات بزاف هشه. ايضا الكريمه جات ما شاء الله ما تهبطش، وراهي عاقده وراهي ثقيله هذيك الكريمه البنات، ولكن الداخل جات خفيفه. واش نقول لكم، جربوا هاد لي طارتلات ان شاء الله واعطوني رايكم فيهم. شهيتكم في الجنه والسلام عليكم.